أخبار العراق اليوم الخميس 24/6/2021. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. وزارة الكهرباء توجه إعمام إلى كافة الشركات يخص الموظفين والعقود على أن يتم احتساب المدة العقدية لغاية 31/12/2021 لغرض التثبيت. إقليم كردستان يعلن بدء توزيع رواتب الموظفين اعتبارا من يوم غد الجمعة. اللجنة المالية النيابية تضيف وزير المالية ومدير عام دائرة المحاسبة بشأن تطبيق فقرات موازنة 2021 وأتمتت الجمارك والمنافذ الحدودية. مصرف الرشيد يقرر شمول منتسبي هيئة الحشد الشعبي بقروض السيارات وبمبلغ 60 مليون دينار. مبلغ القرض يحدد بنسبة 90% من سعر السيارة وبحد أعلى 60 مليون دينار. يجب أن يكون الراغب بالتقديم موطن راتبه لدى المصرف. التقديم يكون من خلال فروع المصرف وشركات السيارات المعتمدة. تنويه: لا يوجد خبر رسمي من قبل موقع وزارة الدفاع أو جامعة الدفاع أو الكلية العسكرية الأولى حول التقديم على الدورة 112، لذا اقتضى التنويه. وزير العمل يعلن تسفير آلاف العمال الأجانب وإحالة 2000 شركة مخالفة للقضاء. مجلس الخدمة الاتحادي يوجه كتاب إلى وزارة التعليم العالي بتزويده ببيانات المشمولين بالتعديل الثالث لقانون التدرج الطبي. غدا ستنطلق مظاهرات كبرى لخريجي كليات العلوم الذين مضى على اعتصامهم سنة ونصف للمطالبة بتطبيق قانون التدرج الطبي وحقهم الدستوري. ندعو وسائل الإعلام للحضور وتغطية الأحداث الساعة 8:30 صباحا مقابل وزارة الصحة باب المعظم، وندعو قواتنا الأمنية للحفاظ على أرواح إخوانهم الخريجين. لجنة النفط والطاقة النيابية ترجح ارتفاع سعر البنزين المحسن ليصل إلى 900 دينار. وزارة التعليم تعلن انطلاق حملات التلقيح في الجامعات استعدادا للعودة إلى التعليم الحضوري الكامل. النائب محمد الشبكي: لا يوجد مبرر حقيقي لبقاء سعر صرف الدولار مرتفعا خصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط. وزارة الزراعة توافق على طلب تسديد مستحقات العقود والأجراء العاملين بالخطة الاستثمارية. سعر خام برنت يتجاوز 76 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2018. رئيس مجلس الخدمة الاتحادي يعلن المصادقة على تعيين أكثر من 54 ألف من الملاكات الصحية والطبية على وفق قانون رقم 6 لسنة 2000 المعدل. المالية النيابية: أسباب تأخر تثبيت العقود لعدم وجود قاعدة بيانات وإدارة خاصة لهذا الملف. ملف التثبيت تابع إلى 22 وزارة والدوائر غير المرتبطة بوزارة، وأن هذا الملف يشهد تأخير في أغلب الوزارات. تثبيت أصحاب العقود غير مرتبط بدرجات الحذف والاستحداث. وزارة التجارة تعلن وصول مادة الفاصولياء البيضاء لحساب السلة الغذائية المقرر تجهيزها في الأول من تموز المقبل. اللجنة المالية توجه كتابا إلى وزارة الداخلية لفرض الرسوم المالية على العمال الأجانب. لجنة العمل النيابية: مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال سيصوت عليه ضمن الدورة البرلمانية الحالية. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تمت قراءته قراءة أولى وبدأنا بالقراءة الثانية،
ولكن هنالك الكثير من التعديلات على هذا القانون. القانون سيعدل بالشكل الصحيح في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، وسيصوت عليه في القريب العاجل ضمن الدورة البرلمانية. وزير الداخلية يوجه مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بإضافة خدمة الأس أم أس إلى الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية ابتداء من الأسبوع القادم. لجنة الصحة النيابية تعلن إرسال الكتاب الرسمي إلى مجلس الخدمة الاتحادي لتعيين 7000 من الملاكات الصحية الساندة. الصحة النيابية تعيين 58,727 خريج من الملاكات الطبية والصحية والتمريضية. محافظة واسط تفتتح باب التقديم على الأراضي السكنية. رئيس لجنة التخطيط: ندعو البرلمان لتشريع قانون التعليم الموازي وتخفيض الأجور العالية المفروضة على الطلاب. نقابة المحامين تدعو وزارة التعليم لوضع ضوابط صارمة للقبول في كليات القانون والحقوق. رئيس مجلس الخدمة الاتحادي: إنشاء البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعيين من شأنه إنصاف العاطلين بكل شفافية. المتحدث باسم رئيس الوزراء: مبادرة البنك المركزي ستمنح قروضا للمواطنين بلا فوائد لشراء وبناء وحدات سكنية. البنك المركزي بادر بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من 1,800,000,000,000 دينار. مدة تسديد القروض تصل إلى 20 عاما، وستحفز المواطنين على شراء الوحدات السكنية. مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته إلى يوم الأحد المقبل. المالية النيابية تستضيف محافظ البنك المركزي وتبحث معه تداعيات تغيير سعر الصرف. المالية النيابية تناقش مع محافظ البنك المركزي موضوع بيع العملة ومواجهة عملية استنزافها. المالية النيابية تناقش المشاريع والخطط والقروض التي وعد البنك المركزي بتنفيذها بعد تغيير سعر الصرف. وزارة النفط تدعو ذوي الاختصاصات الهندسية إلى التقديم عبر النافذة الإلكترونية اعتبارا من 27 حزيران 2021 للعمل بأجر يومي.